اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه مع واحد من نجوم منتخب مصر اللي شرفونا في يعني كاس العالم للشباب واحراز ميداليه برونزيه، وكان هداف منتخب مصر وكان على بعد خطوات من اتمام التعاقد مع نادي اليوفنتوس، لكن القدر يشاء ان هو يختتم حياته الكرويه بدري شويه، لكن هو اكيد مشرفنا ومنورنا وموجود معانا ضيف هنرحب بيه نجم منتخب مصر الكابتن محمد اليمان. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ مبارك. الحمد لله حبيبي، شرفتني منورتني. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. تسلم. طبعا انا قبل ما ابدا معاك عايز اقول لك كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله، كده كل سنه يكون بالسعاده وبالخير وبالنجاح في مسيرتك القرويه سواء في التدريب او التحليل، ان شاء الله تكون حاجه يعني عام سعيد عليك يا رب ان شاء الله. حبيبي وعليك حبيبي ان شاء الله. قول لي الاول اخبار ستاندرد ليج ايه واخبار زمايلك ايه، وهل بتتواصل معاهم ولا لا؟ ستاندرد ليج يعني دي اهم محطه في حياتي، وبصي مش عايز اقول لك يعني اي كل ما افتكر الاسم او افتكر كل المواقف بتاعتي اللي هناك مع اصحابي يعني مش هقول لك بدمع، بس بحس بخطفه كده في صدري، لاني احسن يعني احلى اوقات قضيتها وانا في ستاندرد ليج. يعني بص بدايه نجوميتي كانت هناك من وانا صغير، ما كملتش لسه 18 سنه، ماتشات مع الريزيرف طبعا انت عارف كوستا الريزيرف طبعا اللي قبل فريق الريديف وجوان كتير قوي وتتصيط وتعمل معاك انترفيو ويبقى ليك جمهور وناس بتجيلك وعايز تتصور معاك، الموضوع كان مختلف جدا. وتخيل بقى صحابك مثلا زي جوزيف يوبو ودانيال فان بويتن، الناس الثقيله دي اللي لعبت في انديه كبيره، دراجوتينوفيتش، ف جورج بلاي حبيبي اساسا، من الناس اللي بعزها جدا. بص انا بحب الافارقه جدا يعني طبعا انت فاهم، انا مثلا جورج بلاي نجم منتخب غانا وستاندرد ليج، نوضح للساده المشاهدين واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا موجودين في الفتره الحاليه. طيب هل حد بيتواصل معاك منهم؟ هل في كلام موجود من النجوم دي مع محمد اليماني، ولا الموضوع اتقطع بقى ما بقاش زي الاول؟ ده يمكن اكتر واحد بكلمه جورج بلاي وديمتريو هابران، الجون كان جون رقم 2 ولعب معايا في ميكلين لما رحنا اعاره هناك، وكريستيانو لابارب اللي هو المدرب حراس المرمى بيتواصل معايا، ودومينيك قبل ما يموت يعني المدرب بتاعنا كان دومينيك دونوفريو، ربنا توفاه من 3 سنين تقريبا، بس يعني دي القصه كلها. طيب في حد من اصدقائك اللي كانوا موجودين معاك من ستاندرد ليج بعت لك وكان حريص ان هو يقول لك كل سنه وانت طيب بنفسك؟ تعالى بقى نشوف مين هو اللي بعت لمحمد اليماني يقول له كل سنه وانت طيب، ونرجع نكمل تاني. تمام. محمد هابي بيرثدي، اي اندرستاند توداي از يور بيرثدي، ام فيري فيري هابي فور يو محمد اليماني. جاي اي دود يو بين ا جود فريند سينس ستاندرد، سو اول اي كان سي از اي ويش يو اول ذا بيست فور اذر ثينج ذات يو ار دوينج. And I wish Allah will guide you through and you'll be successful in whatever you are doing. Also, hey, try to call. Otherwise, you will see. Have a happy birthday and a happy new year. To your family, to your mom, to your dad, which I know. And to your kids. I know I've seen you have a kid now. Muhammad have a kid. Oh my Allah. Bye, my friend. باي باي. يعني بص مفاجأة ما كنتش متوقعها. طبعا ده جورج يقول لك كل سنة طيب وعيلتك طبعا كل سنة وعيلتك بخير وبيسلم على أولادك. وأنت عندك أولاد دلوقتي. تتوقع إن إحنا نجيب لك جورج بلاي؟ لا بصراحة يعني مفاجأة جميلة، وجورج أصلا من الناس اللي بحبها جدا حتى بعد ما غادر ستاندرد ليج وراح فرقة تانية، كان راح لوفير تقريبا، كان بيجي يسهر معايا يعني، كنا بنسهر مع بعض ونخرج وبتاع، وهو من النوع اللي يعني ساعات بيسكر وكده يعني، وكان بيعمل حوادث كنت انا بروح اجيبه يعني. متعود دايما على الحوادث، بس هو عمل هو بيقابل. وانت لما عملت الحادثه الشهيره طبعا دي كانت للاسف كانت نقطه فارقه في مشوارك، لكن عايز اتكلم معاك بخصوص محمد اليماني اكتر، وعايز اعرف الناس انك كنت نجم من نجوم منتخب مصر للشباب، وكمان كنت هتبقى نجم ماشي على طريق محمد صلاح والنجوميه اللي كلنا اللي كنا عارفينها. يماني عايز اعرف منك، دي طبعا صوره جورج بلاي وحش وحش في الملعب، جميل كان صمام امان ناحيه اليمين لفريق ستاندرد ليج والمنتخب غانا. اللعيب هايل، كنت بص كنت بلعب جنبه هو ويوبو الاثنين بصراحه في في في, في الملعب، لا حاجه ثانيه، وافولابي كمان كان مساك 3-1 نيجيري، اثنين نيجيريا يوبو وافولابي وجورج بلاي، مش ممكن تلعب معاهم في الملعب، تحس بامان غريب.
طيب عايز ماني اخدك ليوفنتوس وستاندرد ليج، وبعد ما تألقت مع ستاندرد ليج اليوفنتوس كان بيتابعك وكان قريب منك ان هو يتعاقد معك، عايز اعرف بقى منك الكواليس اللي محدش يعرفها. الكواليس دي ما جاتش من ستاندرد ليج، جات وانا في كاس العالم مع منتخب مصر لما كنا في كاس العالم في الارجنتين. في الارجنتين مع كابتن شوقي غريب، كان بعد ماتش هولندا تقريبا. قعدت انا وكابتن شوقي غريب مع واحد اسمه ماوريتيو، كان ده نسيب رئيس النادي بتاع اليوفي، وقعد يتكلم معانا في التفاصيل كلها وبتاع. بس انا اصلا يعني انا كنت مش عايز اتكلم في الموضوع حتى، مش عايز اقول لوالدي وبتاع، بس تقريبا كابتن شوقي اتكلم مع حد في ال راح اتكلم على طول مش فاكر بالظبط والله، بس فلقيت الموضوع اتعرف يعني. فبس يعني طبعا كانت هتبقى نقله كويسه جدا، وكان هيبقى حاجه يعني حلم لاي حد انك تلعب جنب ديل بييرو، وكان ساعتها زيدان رايح الريال. بس فربنا ما قدرش ان انا اروح هناك وبتاع، والناس يعني الحمد لله حسدتني وخلص الموضوع على خير يعني. بعد التألق الكبير اللي كان موجود يعني في كاس العالم، وكنت هداف الفريق وكنت مميز جدا بقصات شعر مختلفه بستايل لعب معين، لكن عايز اقول لك ان انت فعلا يعني كنت نجم كبير ولسه ما زلت نجم كبير طبعا، وان احنا يعني بنتكلم على الماضي وبنتكلم على تألقك، لكن فتره وجودك في بلجيكا عايز اعرف برضه تكلمي عنها شويه. عايز اعرف ستاندرد ليج ازاي رحت مره واحده من الاسماعيلي لستاندرد ليج، مع انه اكبر نادي موجود في بلجيكا هو اندرلخت، ما كانش فيه محطه في النص، فازاي عرفت توصل بسرعه كده لاكبر نادي في بلجيكا مره واحده؟ بص انا هكلمك على الحوار كله بالظبط. الحوار كله انا كنت مع منتخب مصر برضه بلعب بطوله كانت في تونس، مش فاكر تونس ولا المغرب، عملت ماتشين هناك كويسين قوي، حتى الايجنت كان بيتكلم معايا في القصه دي. اول ماتش ما كنتش عالي قوي، تاني ماتش عملت ماتش هايل جدا في في في, في الماتشين دول. بس فعمل معايا كونتاكت وبتاع واتكلم معايا، وبس اخد رقم والدي، كان والدي ساعتها شغال في ايطاليا بس بتابع مع والدي، لقيته بعت انفيتيشن مع والدي عشان عايزني على باريس سان جيرمان على فرنسا. المهم والدي جه مصر وكده وعملنا حوار يعني عشان اسافر وكده، وكان ساعتها الباسبور بتاعي مع المنتخب وعملت حوار عشان اسافر يعني. المهم خدت الجواز وسافرت انا والدي، رحت باريس سان جيرمان عملت ماتش هايل قوي يعني، عملت ماتش كويس قوي كان ضد اوكسير تقريبا. يعني انت رحت الاول من مصر لباريس سان جيرمان ترايل بالظبط، ولعبت معاهم مباراه كنت كويس جدا، بس الايجنت بتاعي ما كانش ياخد فلوس كويسه، الوكيل لاعبين. فبس فهو اصلا كان بيلعب في ستاندرد ليج، وكان شغال تبع ستاندرد ليج في الفتره دي، فبوظ الصفقه. انا بوظهاش، لا ما بوظهاش، لا هم ما بوظهاش، هو شاف لمصلحتي ان اروح ستاندرد ليج. ودي على فكره دي حاجه كويسه منه، انك تطلع على فرقه اقل من فرقه كبيره، لان انت طول ما انت تطلع ستيب باي ستيب بيبقى احسن من تطلع على فرقه كبيره. يعني انا مش عايز اديك مثال مثلا زي رمضان صبحي مثلا، انا كان نفسي يطلع نادي صغير الاول زي محمد صلاح كده، بازل مش عارف ايه كده، حاجه كده ياخد خبرات وياخد يطور من نفسه بعد كده. لما تطلع مع فرقه دوري كبير وانت لسه صغير الموضوع مش سهل. فيعني انا شايف ان كان تفكير روجيه هاروتي كان تفكيره كويس، انه ياخدني على فريق زي مش صغير، هو فريق كبير في بلجيكا بس دوري طبعا اقل من الدوري الفرنسي. فبس فرحت ستاندرد ليج بصراحه، اول ماتش في لعبته مع الرديف او فريق ريزيرف ما كنتش كويس، لا مش كنت عادي وعملت ماتش يعني انا شايفني كنت عادي يعني، بس ما جبتش جوان. تاني ماتش بقى عملت جبت جون وعملت جونين، بدات بقى في الاهداف كتير ورا بعض، بس بدات بقى الجرايد تكتب عني ونجم جديد والفرعون ومش عارف ايه، وجت قناه الجزيره صورت معايا تقريبا هناك في بلجيكا. بس عايز لك سؤال بالنسبه للجمهور، محمد صلاح في انجلترا عاملين له اغنيه وعاملين له دايما كل مباراه بيكون النشيد الخاص بيه، كان جمهور ستاندرد دوليش كان عامل لمحمد اليماني اغنيه. كان عامل لي اغنيه صح كده؟ كان يعني علاقتك مع الجمهور كانت علاقه رائعه، بسبب انك طبعا بيحبني جدا على فكره، يعني كانوا بيحبوني بجد، مش يعني القصه كانت لذيذه يعني، اروح اي مكان حتى في السنتر في اي مكان مومو مومو ومش عارف ايه في اي سي، يعني الناس كانت يعني متقبلاك وبيحبوا يقربوا منك ويسلموا عليك ويتكلموا عليك ويتعرفوا على ثقافتك. فالموضوع كان لذيذ، وكانوا يعني انا كانوا بيغنوا لي اغنيه، بس في الاول ما كنتش فاهم طبعا، كنت لسه بتعلم لغه، فهم يغنوا لي واحد يقول لي زوري كده يقول لي روح للجمهور ومش فاهم، بعد كده فهمت اللغه اتعلمت فرنسي فبقيت فاهم يعني. طيب عايز اخدك لمرحله، مش عايز تعرف الاغنيه؟ طيب نعم مش عايز تعرف الاغنيه؟ طب قول لي لو انت عارفها يا ريت. عارفها طبعا. طب قول لي كانوا بيقولوا لك ايه؟ علي مومو علي مومو علي مومو علي علي Et notre équipe va gagner. Allez, Momo. Allez, Momo. كان يعني بالتعبير ده كده بالظبط يعني، يلا يا مومو يلا يا مومو فريقنا هيكسب، بعد كده قال ستاندر قال ستاندر بتبقى ماشيه كده يعني. طبعا ده حاجه يعني احنا زي ما انا قلت انت واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا موجودين، لكن للاسف يعني قدر ربنا يشاء انك تختم حياتك، لكن
اكيد احترامك ومستقبلك في التحليل او في التدريب ان شاء الله ده يكون يساعدك بشكل اكبر انك تحقق نفس اللي حققته وانت لعيب من نجومات حققه ان شاء الله في التدريب او التحليل. عايز اسالك على عقليه محمد اليماني في الوقت اللي قرر فيه انه يسافر لاوروبا وانت كنت موجود في مصر مع نادي الاسماعيلي، هل كان في مفاوضات من احد الانديه المصريه وانت قررت ان انت تحترف بره، ولا مفيش انديه مصريه فاوضت محمد اليماني وهو قرر مره واحده ان هو يسافر بره ويبدا يشق طريقه؟ لا كنت انا بص كنت انا وانا في النادي الاسماعيلي كنت متالق جدا في الناشئين، كنت في منتخب الناشئين وكنت في مدرسه الموهوبين مع وائل رياض وميدو واحمد الجمل، وعاد النادي الاسماعيلي عرض عليا ان انا اعمل عقد، يعني لازم تمضي عقود وكلام من ده. طبعا انت عارف عقود الناشئين ساعتها كان الكلام يعني تتكلم في ولا حاجه يعني ولا ليم وبتاع، وانا كان طموحي اعلى من كده بصراحه، يعني كان طموحي ان انا عايز العب في اوروبا والفرصه لما جات لي ما ترددتش، يعني بتاعت لما الايجنت كلمني واديته رقم والدي ولقيت والدي بيتواصل معايا كنت مبسوط جدا، مبسوط قوي يعني. وانا يعني بص انا بفضل الله بصلي من صغري، يعني ما بسيبش صلاه حتى لو انا مش يعني مش كويس في حياتي، بس انا بصلي. فصليت صلاه استخاره برضو وبتاع، لقيت الموضوع في انت بتحس طبعا بالحاجات دي لما تصلي صلاه استخاره كده بتحس ان في حاجات فيها قبول كتير قوي، لقيت الموضوع في ماشي يعني ماشي، الانفيتيشن جات اللي مش عارف ايه رايحين السفاره كل حاجه ماشيه سهله بس، فحسيت الموضوع خير يعني فالحمد لله يعني سافرت وكده فلقيت الموضوع الحمد لله يعني مش عارف ايه. طيب هاخد من كلامك لمحمد محمود لاعب النادي الاهلي الجديد الوافد من صفوف دجله، انت كنت مدربه في مرحله الناشئين وانت عارف امكانياته وقدراته، وهو قال في اخر حوار لي انه فضل النادي الاهلي على انديه هوفنهايم وممكن كمان نادي اياكس في الاحتراف، هل انت شايف ان حاليا النادي الاهلي بيمثل للعيبه مصريه كتير واحد من الانديه اللي ممكن تغنيك عن الاحتراف، وان المعايير دلوقتي بقت كلها قريبه من بعض ومن خلال النادي الاهلي ومنتخب مصر تقدر تحقق طموحاتك في دوريات اقوى؟ انا مش هختلف معاك، النادي الاهلي من اكبر الانديه في المنطقه العربيه كلها وفي افريقيا. نادي الاهلي تاريخ ونادي الاهلي اي حد يتمنى يلعب فيه. بس معلش الاحتراف الخارجي في اوروبا حاجه ونادي الاهلي حاجه ثانيه. كبير جدا وممكن يوصلك فعلا لانديه كبيره جدا في اوروبا، بس لو رحت النادي الاهلي، النادي الاهلي برضو ليه مميزات وله عيوب، انت ممكن تروح النادي الاهلي ما تلعبش. دي هتبقى جايه عليك. انا بقى عايز اسالك على محمد محمود هيلعب، واحد من المفروض الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاه. انا كيماني انا بقول لك هيلعب طبعا. محمد محمود انا اول فرقه مسكتها في وادي دجله كانت مواليد 98. قول لي رايك الفني فيه ايه كده يا ماني؟ لا محمد محمود عالي، لعيب هايل جدا، بص بيلعب في كذا مركز، هاف ليفت هاف رايت رقم 10 فيرويد، انا معايا لعبته في كذا مركز. ايه احسن مركز ليه؟ تحت الفيرويد على طول رقم 10 هايل، وبيروح يجيب جوان انا في واحنا في الناشئين لعبت ماتش ضد الاهلي جبت كسبت الاهلي 4-0 عندي في النادي، جاب جون غريب، انا مش بتكلم كده عشان كسبت الاهلي لا والله خالص، بس هو جاب جون حلو قوي اللي هو يعني مرقص الجون وقعده وراح مساك وجاب جون حلو قوي، هو لعيب بالفطره اصلا يعني تحس ان دماغه كبيره، تحس ان بيعمل عنده شخصيه، عنده شخصيه في الملعب، عنده شخصيه في الملعب، اللعيب اللي زي ده تعتمد عليه فعلا، وكمان لما تخلي اللعيب يحبك كمان يحبك ويحترمك هيديك اكتر، هو من النوعيه دي، لعيب مش متكبر، لعيب بيحب اصحابه جدا، لعيب مش اناني اللي هو مش بيحتفظ بالكوره عشان يقعد لنفسه وخلاص، لا ممكن يديك سرو باس يخليك تجيب جون يصيطك زي ما بيقولوا، من نوعيه من اللعيبه اللي تحب تحطها في وسط التيم يعني. طب اسالك سؤال تاني خاص بمحمد محمود، في لعيبه ممكن تلعب لكل الانديه اللي مش بتنافس على القمه او ما عليهاش ضغوطات وتتالق، هل محمد محمود من نوعيه اللعيبه دي ولا محمد محمود ينسجم ويتالق حتى لو ضغط محطوط عليه؟ لا محمد بيقول لك هو بيتاقلم مع اي حاجه وبتاع، بس انا خايف على محمد محمود، بيقول لك ان انا بقول انه هروح يلعب بس ممكن يروح ما يلعبش، يعني عندك الشيخ قبل كده ماشي. طب تنصحه تقول له ايه لو هو في بداياته ما لعبش مع النادي الاهلي والمدير الفني فضل ان هو يستخدمه في وقت محدد وقت معين علشان يديله المردود اللي هو مستنيه منه، تقول له ايه؟ انا مش هقول له حاجه طبعا، المدير الفني هو صاحب القرار، هو شايف الفايده. نصيحتك ليه لو ما لعبش في الاول وكان المدير الفني فضل ان هو يخليه على مقاعد البدلاء؟ خلاص محمد محمود انت لسه صغير يا محمد، لازم تبقى طبعا تسمع كلام المدير الفني وتقول له حاضر، وتشتغل على نفسك كتير لغايه اما توصله لدرجه اللي هو ما يقدرش يعني ما يقعدكش يبقى عايز يلعبك، فانت لازم دايما تسمع كلام المدير الفني، تحاول تركز على شغلك انت بس يا محمد وتوصل لمستوى عالي، وكده كده فرصتك هتجيلك، ولما تجيلك فرصتك ما تسيبهاش. ده الطبيعي لاي لعيب مش لمحمد بس. ده الطبيعي انك تسمع كلام المدرب بتاعك لان المدرب عايز مصلحه ليك وليه. فطبيعي ان انت بتتكلم مش هيلعبه فلازم يستحمل في الاول. بس ما يستحملش كتير، معلش يعني انت النادي الاهلي لو قعدت فيه مثلا سنه كامله ما لعبتش الموضوع هيبقى صعب عليك. لازم يحط رجله في الاول برضه. طب ما يماني احمد الشيخ جه النادي الاهلي بعد ما كان متالق وخرج مرتين للاعاره
وموجود للسنه الثالثه وبيشارك وبياخد فرصته وبيتالق حاليا بالظبط. طب وبعد كده ما في اول سنه ايه اللي حصل فيها؟ ان هو ما شاركش وخرج اعاره بالظبط. والسنه الثانيه هل المدير الفني يا يماني بيكون فاصل ان هو يكون مقتنع بلاعب او لا، حتى لو اللاعب نفسه خامه كويسه وخامه طيبه؟ بص، هو في قبل كده كان في حاجه اسمها موضوع الحب الكره، في مدربين بتحبه وبتكره. هل انت شايف ان دي حاجه كويسة؟ دي حاجه مش كويسه. لا طبعا حاجه مش كويسه، بس حاجه مش بروفيشنال. مش بروفيشنال طبعا. انما المدرب الاجنبي لا، ما اعتقدش انه بيحبه بكره. المدرب الاجنبي بيلاعب اللعيب المميز اللي عنده، حتى لو لعيب ما بيحبوش او حاجه في اي حاجه بينه وبينه، لا هو عايز مصلحته ومصلحه التيم فهيلاعبه. انا شايف احمد الشيخ اللي كان بيحصل فيه الفتره الاخيره ما كانش كويس. الفتره الاولانيه مش كويس، بس الفتره الاخيره بدا يلعب ويتالق. شايف الكابتن يوسف يعني ده عادل بيه. عادل واحد عادل ومقتنع بالعيب زي ده لعيب مميز، لعيب مميز جدا. انا شايفه لعيب من اللعيبه المميزين اللي ممكن تعتمد عليه الفتره الجايه، لان الفتره الجايه انت اصلا الناحيه الهجوميه عندك قليله جدا في مصر. انت بتعتمد على الاجانب في الفتره في المنطقه الهجوميه. انت محتاج اللي انت تعتمد على الناس كلها المهاجمين بتوعك عشان يبقى عندك يعني فروت صريح او منطقه هجوميه في منتخب مصر عاليه. فانا افضل ان انت الناس كلها اللي فيها بادره او فيها مثلا حاجه كده فيها موهبه وكانت مركونه مثلا وما بيلعبوش بسبب لاي سبب، انك تحاول تتغاضى عن الكلام ده كله وتدي الناس دي فرصتها تاني عشان تظهر للنور تاني ونقدر نتفرج عليها زي احمد الشيخ ده. يعني ده مثل، انا بدي مثل يعني بالنسبه لي. طيب هل انت شايف ان وجود محمد محمود مع نصر ماهر مع وليد سليمان مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده مع ضغط المباريات، هل ممكن انت شايف ان يتم تقسيم المرحله اللي جايه عليهم، ان كل واحد يكون له دور؟ زائد ان وليد ازار ومروان محسن كانوا بيفتقدوا بشده في الفتره الاخيره اللعيب البلاي ميكر رقم 10 اللي كان دايما بيغذيهم بالكرات البينيه اللي من خلالها بيقدروا يسجلوا اهداف. بالطبع يعني محمد محمود هيكون اضافه مع الناس مع اللعيبه دي. وليد سليمان طبعا ما شاء الله في الفتره دي فورمه عاليه جدا، لو يلعب جنب محمد محمود. وطبعا رمضان صبحي نازل طبعا يعني خلاص يعني جه فتره اعاره هنا مع النادي الاهلي، هيبقى عندك الخط الهجومي هايل يعني. هيبقى بص هيبقى قوي جدا جدا جدا. بس انت معلش يعني انت يعني واحنا في وسط الكلام انت محتاج يعني اكمل كلامي في القصه الهجوميه ولا طبعًا ممكن طبعًا. ولا ممكن انقل في حاجه ثانيه؟ اتفضل اتفضل. انت بتتكلم كناحيه هجوميه، هيبقى عندك خط هجوم جامد جدا جدا. بس انت دلوقتي عندك في الناحيه الدفاعيه انت عايز دعم، لان طيب. انت عندك هسألك سؤال. اتفضل ماشي. لو انت عندك خط الهجوم قوي ومعرفتش بسبب من الاسباب انك ما تدعمش في شهر يناير خط الدفاع، هل انت شايف النادي الاهلي طول ما خط دفاعه وخط هجومه قوي ونص ملعبه قوي والاطراف اقوياء، هل ممكن المنافس بسبب قوه فريقك ما يعرفش يبادر بهجمات او يهاجم، وبالتالي ان انت تعرف تكمل لحد نهايه الموسم، ولا لابد من النادي الاهلي يتعاقد او يفكر في التعاقد مع مساك في الفتره الحاليه؟ لا لا يا عمر، لابد يا عمر، انت معاك 11 لاعب في الملعب. مش تعتمد على 5 لعيبه بس وتبقى خط ظهرك كله مش اقول لك خط ظهرك وحش، لا عندك اصابات. بالظبط اصابات بالظبط. عندك ربيعه مصاب ونجيب وسعد ودلوقتي دخلهم احمد فتحي وعاشور اصابات. طب انت محتاج تدعم المنطقه دي. النادي الاهلي طول عمره نادي متوازن، مفيش هنا مثلا هنا هنا لعيبه هنا لعيبه توب وهنا لعيبه مش توب، لا النادي الاهلي كله. طب ال11 ايه ال18 توب بالدكه كلها باللي بره خالص توب. ما ينفعش ده ما ينفعش. طب انا عايز اقول لك على معلومه، عارف النادي الاهلي حتى من غير المؤجلات هو اقوى خط دفاع في البطوله لحد دلوقتي 9 اهداف بس، يلي نادي الزمالك ب 10 اهداف. فانت بتتكلم على ان فعلا حاليا لما الجمهور بيقول خط دفاع محتاج تدعيم وهو 9 اهداف، طب لو تم التدعيم بقى بصفقات سوبر عايز ايه بقى تاني؟ مش هيخش فيه مجون خالص. بالظبط. بس هو ما لعبش كتير النادي الاهلي، لعب كام مباراه؟ لعب 12 مباراه فارق 15 عن الزمالك، يعني 3 مباريات فارق فقط لا غير. بالظبط بالظبط. يعني لسه قدامه ماتشات كتير. والاهلي برده يعني ايه بقول لك ايه، الاسد يمرض ولا يموت. ولا طبعا ولا يموت. والاهلي ممكن يحصل فيه حاجه مش كويسه، لان الاهلي بيعرف يلم نفسه على طول من الفرق الثقيله والكبيره قوي. طيب عايز اخدك لبطوله الدوري سريعا، وعايز اعرف رايك في بطوله الدوري الممتاز حتى الان. بص، بطوله الدوري الممتاز السنه دي مثيره يعني، فاهم يعني التدخل العربي او الاستثمار العربي من ناحيه بيراميدز مثلا عامل شكل كويس للفرق. يعني عندك بيراميدز والزمالك والمقاولين وعندك انديه الشركات وعندك المقاصه وبتروجيت ظاهرين بمستوى كويس قوي وبتاع عاملين حاجه للدوري. والاهلي طبعا الدور الثاني هيبقى افضل لما يكمل ماتشاته اللي ناقصاه، فده هتبقى حاجه كويسه. بس الفرقه اللي بصراحه انا مستغربها او مش مستغربها، ما تنفعش في الموقف ده فريق الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي بصراحه يعني في اكيد طبعا الاسماعيلي فريق كبير وبيتك
غير انه بيتي يعني فريق اصلا الناس كلها بتتفرج عليه دايما، فريق الاسماعيلي برازيل مصر زي ما بيقولوا، وكورته جميله وكل حاجه فيه كويسه، بس اللي بيحصل فيه ده مش طبيعي. ازاي يتزايل الدوري؟ ما ينفعش. الاسماعيلي في المركز الاخير عنده 13 نقطه من 13 مباراه، لسه عنده مباريات مؤجله. يعني فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 6، سجل 11 هدف وعليه 17 هدف. بنتكلم في نسبة الأهداف اللي دخلت في الإسماعيلي أكتر من الأهداف اللي سجلها نادي الإسماعيلي. الإسماعيلي غلطته إنه مشى النجومة اللي عنده، ما دعمش حد كويس، ما دعمش لعيبة تشيله في الفرقة، يعني تشيل فرقة، مشى لعيبة تقيلة قوي. لو أنت مدير فني دعم وأنت قوي، ولا تستنى لحد ما تقع وبعد كده دعم؟ ما ينفعش دعم وأنا ضعيف. لا، التدعيم بيكون وانت قوي، وانت قوي عشان حد مكان حد على طول، انت ما تضمنش ايه اللي يحصل. ما يبقاش انا ضعيف اصلا خلاص انا هنزل، وتقول لي ادعم ايه انت خلاص نزلت. انا عايز الاهلي بيدعم وهو ضعيف؟ لا، كله بيدعم هو قوي، الفريق القوي بيدعم هو قوي، بس علشان ما يستناش يحصل له اي وقت اي دروب. ما ده طبيعي، ده طبيعي، انما مش هبقى انا بعقليه تانيه اقول لك لا استنى ما اضعف وبعد كده دعم. دي عقليات مكتب، عقليات ايه؟ واحد رئيس نادي بس اداري، ماليش دعوه بالفنيات. هو اداري بتاعه بيفكر في فلوس ناحيه ماديه. استنى بس نشوف الفرقه اللي هيحصل معاها، طب الدنيا ماشيه كويس دلوقتي. انا ما صرفتش حاجه، المصاريف على قد اللعيبه، كلام من ده. ودايما عمر النواحي الماديه هي اللي بتفرق في الفرق. يعني بص بيراميدز فريق، بص كم الفلوس اللي دفعت للفريق بيراميدز. بس انا عايز اسالك سؤال، انا دايما عايز اسالك لدي بس. لا انا عايز اسالك سؤال، اخدك لسؤال تاني بس. هل انت شايف ان نادي الاسماعيلي او الاهلي او الزمالك، بنتكلم في انديه عندها تاريخ وعندها ايضا عامل ماديه كويسه، لكن لما لعيب بيجي يختار زي محمد محمود فضل النادي الاهلي على انديه اوروبا او انديه داخل مصر، وممكن يكون المقابل المادي اعلى. محمود وحيد لما كان موجود معانا قال نفس الشيء، ان هو فضل ان هو يختار نادي كبير ونادي عريق ويحقق فيه طموحاته واحلامه خلال الفتره اللي جايه، مع انه كان عنده بعض العروض اللي فيها امور ماديه اعلى. اللي انا عايز اوصله لك ان الاهلي والزمالك والاسماعيلي هم انديه قمه، ولا يمكن ان هم في يوم من الايام يحصل لهم اي دروب. ممكن دروب يحصل قصير، لكن مش هيستمر زي ما انت قلت. لكن يعني نتمنى الاسماعيلي يعود من جديد، والاسماعيلي لازم يعود ان شاء الله، ما ينفعش. يعني الاسماعيلي واحد من الانديه القويه اللي احنا بنستمتع بوجودها داخل مصر. لكن عايز اخد رايك بقى فنيا سريعا في مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه اللي جايه، شايفها ازاي؟ الاهلي خرج من تعادل مع الداخليه، عنده مدير فني جديد بيقود الفريق للمره الاولى. عايز اعرف رايك، وازاي الاهلي ممكن يتغلب على بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه في الدوري؟ بص، هتبقى مباراه قويه جدا، لان المدرب الجديد اللي هو لاسارتي لسه هتبقى دي المباراه الاولى ليه مع الفريق. هتبقى مباراه قويه جدا، لان هيبقى عنده محمد محمود ورمضان صبحي لسه داخلين في التيم، وعنده صالح جمعه، وعنده جيلاردو، وعنده جيلاردو كل الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها، محمود وحيد. والناحيه الثانيه برضو حسام حسن بلعبته كينو وقفشه، والناس عنده تيم برضو محترم. تمام، هتبقى مباراه قويه جدا. بس هيبقى في ضغط على النادي الاهلي، انا حاسس ان في ضغط على النادي الاهلي، لان المباراه الاخيره مع الداخليه تعادل في الاخر، وحصل فيها مشاكل وحصل فيها حاجات عشان الجمهور، وانك تلعب الماتش ده بدون جمهور، انا بصراحه مش شايف دي حاجه كويسه. يعني هل انت شايف النادي الاهلي متعود على الضغوطات عادي جدا، ما عندوش مشاكل؟ ده طبيعه النادي الاهلي، عكس بيراميدز، لان الاهلي عنده خبرات كتير قوي، لعيبه، نادي كبير، نادي قاري، يعني فاهم، نادي بطولات زي ما بيقولوا. فانت متخيل ايه يعني القصه كلها؟ بس اللي انا بتكلم فيها النادي الاهلي اللي حصل له بس الفتره الاخيره دي، بس اللي هو الخروج، اللي هو الخساره في نهائي بطوله افريقيا، والضغوط اللي كانت عليه كلها، والاصابات اللي عنده دي، بس اللي عامله له القصه كلها دي، اللي عامله ركه في النادي الاهلي، كلامك مظبوط بالظبط. مفيش استقرار، انما النادي الاهلي طول عمره بيبقى عنده استقرار، وعنده ناس بتعرف تحل ازمات في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي المباراه الجايه مع بيراميدز هيبقى لها شكل خاص تاني. وانا اتوقع المباراه دي يعني مش عايز اقول نتيجه، بس هتبقى مباراه قويه جدا، يعني لان الفرقتين هيبقى فيها لعيبه جديده، هنا لعيبه، سوري، النادي الاهلي هيبقى عنده لعيبه لسه جايه عايز تثبت نفسها، لو هيلعبوا مثلا زي رمضان صبحي او محمد محمود، ونادي بيراميدز عنده لعيبه هايله، واتوقع ان كابتن حسام حسن هيهاجم بدايه المباراه. يعني هل ممكن هجوم كابتن حسام يؤدي الى ظهور بعض السلبيات اللي موجوده في خط دفاع نادي بيراميدز، واللي ادت ان هو يستقبل لحد دلوقتي 13 هدف، ان هو يعني ممكن نقول عليه ثالث اقوى خط دفاع؟ نادي الزمالك استقبل 10 اهداف والنادي الاهلي 9. هل ممكن يكون في بعض السلبيات اللي لو اندفع لاعبي بيراميدز تبان للنادي الاهلي، ولا كابتن حسام هيوازن الامور علشان بيلعب نادي كبير وبيدور على الثلاث نقط، فبالتالي عايز
يحافظ على النقطه اللي ممكن يطلع منها من المباراه؟ بص، هو في شقين. هو ممكن كابتن حسام لو فكر تفكير انه يهاجم على النادي الاهلي عشان النادي الاهلي دفاعه مش موجود او الناس الاساسيين في الدفاع مش موجودين، دي ممكن نقطه هو يستفاد منها انه عايز يهاجم لانه عنده مهاجمين كويسين قوي، قفشه وكينو لعيبه هايله، فممكن يروح يخلص بهجمات مرتده او هجمات او لعب عادي. انما لو هو عايز طبيعي، لو انا مدرب فاهم او مدرب مثلا بلاعب تيم زي تيم النادي الاهلي، لا ما ينفعش العب معاه بالطريقه دي، لازم اتوازن في الملعب في الملعب صح، والعب مباراه صح مع النادي الاهلي، ههاجم وهيجي عليا واقف صح في الملعب. ده اللي انا اتوقعه يعني. انما غير كده لو حصل اي سيناريو غير كده الموضوع هيبقى صعب جدا على كابتن حسام. عايز اسالك يعني ايضا في الدوري بشكل عام، هل شايف ان موضوع تاجيل المباريات وان هو في فرق لعبت لقاءات اكثر من فرق، هل انت شايف ده مؤثر على ترتيب الجدول؟ يعني الجدول لو بصينا عليه، هل انت شايف ان كل فريق يستحق ان يكون موجود في ترتيبه، ولا بسبب المؤجلات في فرق يعني متفوقه على فرق والعكس صحيح؟ والله بص، الفرقه الوحيده اللي متاثره في القصه دي كلها فريق الاهلي، عشان عنده مؤجلات كتير وهو في يعني يعتبر هو دلوقتي في وسط الدوري. هو طبيعي النادي الاهلي نادي منافس، دايما بينافس على البطوله، بس في لو بتتكلم على الترتيب او الفرق دلوقتي حاليا، ده منطقي اللي هي نتائج الفرق حاليا منطقي، لان الفرق حاليا مثلا سواء بيراميدز او زمالك او مقاولين او مقاصه او انتاج مستواهم ونتائجهم كويسه، فهو كده ده الطبيعي بتاع الدوري حاليا. لو بتتكلم مثلا على فرقه زي المصري او الاسماعيلي، يبقى الاسماعيلي بس هو ده اللي مش طبيعي بالنسبه له انه يتزايد الدوري، بس ده الخداع في القصه كلها. محمد اليماني شرفتني ونورتني واستمتعت بوجودك معايا. ربنا يخليك يا عمر، تسلم حبيبي. كل سنه طيب تاني، وعيد سعيد عليك يا رب، وسنه سعيده عليك وعلى كل الاسره ان شاء الله يا حبيبي. ربنا يخليك. خلصنا مع حضراتكم الفقره الحواريه الثانيه مع نجم منتخب مصر ونادي الاسماعيلي الكابتن محمد اليماني. هنروح لفاصل وبعديها تستقبلوا معايا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن خالد العوضي وفقره الالعاب الاخرى.